السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ دايرين مع الصحه؟ واش راكم مبروكه؟ تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما كتمنوا. عيد مبارك سعيد، كلشي مزيان هانين. سمحوا لينا على التعطال، ايوا مع الولاده ومع مشكيتش عليكم. ما سير ديم ديالك، ايوا مع العواش، مع رمضان والمرض والعمليه ما قدرناش نديرو معاكم الفيديوهات. ايوا يلاه مكتب تاني نصور معاكم اليوم هاد الصباحيه العيد، فطورنا المتواضع. اللهم ديموا النعمه حفظهم من الزوال يرحم الراحمين. ايوا واش راكم مبروكه؟ السي يونس معانا، ها هو رجيلات. ايوا مباركو نتوما العيد. مبروك عواشركم فاطمة الزهراء، ان شاء الله. فاطمة الزهراء مبروك العيد سعيد ان شاء الله. ثم رفعوا صوتكم، سرحوا قرش باقي ما فطروش. مبروك العيد سعيد. يا لله حفصه حتى هي جابت لنا شنو داكشي البيض. حفصه باركي العيد، بقاي واقفه. باركي العيد الناس، مبروك عواشركم. قولي مبارك عواشركم. مبارك عواشركم. تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. تعيدوا وتعاودوا. باش نتمنيكم ان شاء الله الصحة والخدمة. والعباية يا اختي، اجي نشوف عباية. تبارك الله ما شاء الله. سيري شوية لين، سيري شوية لين. شوفي شوف 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 على عباية ما شاء الله. هاي 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 يا اختي يا اختي. ادير فاطمة الزهراء، ادير فاطمة الزهراء عباية ديالها وهب الحو. محمد مبارك العيد. مبروك عواشركم. ايوا صافي ان شاء الله. نخليكم ان شاء الله حتى اللي درناها اليوم ان شاء الله نشاركوا معاكم شويه شويه. يلاه بصحه فطوركم. ايوا هانتوما مستمعين، رجعت معاكم هاد الدجاج ديالي. يلا نصبت الغدا، غيجيو الدراري عند الدار، يجيو الواسي ولاد عم الزوج. ها هما الدجاجات ديالي. يلا نصبتو، يلا كي باش رملت الدجاجة زدت شوية ثاني العطرية من الفوق وصافي. الريحة واخا يلا بدا على مزويناسة. صافي نتوما معايا، بركني الحال شوية، الوقت راه عشرة ونص السابع. ايوا صافي الديسيرة وفي الميكه هنا باقا ما غسلتش. هادي يلاه حيت من الدجاج الصفة شي وشات دياولي، زدتيوش على الروينة. الروينة الديسيرة كتغسل في المواعن. يلاه هادشي باقا ما مجموع ديال فاش فطرنا. صافي هنا رديت نرد فيها الصفة، هنا درت كبيدة باش تسرق ليا فيها. ايوا هانتوما معانا اللي درناها، هانتوما هانتوما يا المتتبعين ديالي. هادي الدجاج ديالي راه طاب، ما صورتش معاكم كلشي بالديطاي حيت الوقت كيتركني الوقت، وكان غادا بشويه بشويه كنعرج ونطيب. هو الدجاج على مزوينه تورا باقا ما حمرتوش. هانتوما كي جا بدا تحمر. هادي كانت عندي في الفريكو داكشي جبدتها، شي علاش ولات بحال هكا لي نعس عليها مدايره مدقدقه. ايوا صافي ضغميرتي هي باقا، باقا ما ضغمراتش. هانتوما هي باقا البخار ما خديش شو باقا خاصة شوية. ايوا صافي خليكم الدجاج غنديرو ندخلو للفران تيخرج ماشي صافي. راه جمعت الدنيا فاطمة الزهراء الصراحة اللي جمعت الموعن. انا راه محنية وغادية كندير بشوية بشوية. التيسير ديالي غسلت وحطيتوهن، نتوما مالي الخير. انا نشاركو معاكم شنو غادي بدنا. وصافي هنايا دايرة تفاية هي تفاية الدجاج هي على زوينتها. شوف
الريحه مش عزيز ومش فيه الريحه مزيانات. ايوا صافي السفه ديالي طابت بقى لي عام مره قلتها كاع يقرب يجيو. هاي صافي ديك الساعه راه غدا نرجع لسميت الكسكاس كمل داكشي اللي خاصه وتفور مزيان. ايوا صافي باش تبقى ليا سخونه هذا هو اللي كاين. ايوا صافي هادشي اللي كاين. الخبز الصراحه جابوا ليا ما قدرش نعجن مع عارفين الفتيح وهذا باقا ما قداش والله الا مجرعه بشويه بشويه وصافي. دابا نحيد هذا ندهنو تيقرب يجيو ندخلوه للفران. ايوا هادشي اللي كاين مهم. ايوا صافي راه دخلوا الدنيا ترى المهم الدنيا كاع مجموعه قاده صافي مجموع قرب يجيو. ايوا هادشي اللي كاين خليكم معانا. هانتوما المتتبعين ديالي دوش على هاد الروينه. يلا طب دابا الدجاج يلا جبتهم الفران هو. ايوا صافي بقات الدغميرتي ها هي سخنتها وزدت الزيتون. ايوا المعني الله زيت المعن ديال اتاي عندهم هنا صايبت الكاوكاو والسكر كاسي السفه راه سخونه كبدا دايره تفايه تسخن ها هي زوينه عم زويناتها. ايوا صافي الديسير راه كيما وريت لكم. صافي بقى الخبز توجدوا فاطمة الزهراء الشي اللي كاين هريسه ها هي. وراكم عارفين راه الروينه كتكون ملي بنادم كيكون عندها شي مناسبه ولا شي حاجه بحال هكا الروينه لا بد منا. هيا عدي ما نخبي عليكم والله الزينه الصينيه والمواعن وهادشي غنحط لهم دابا الغدا ويحن مولانا خليكم معانا نتوما. ايوا هانتوما معنا السفه هي يلا درت ليهم السفه هنايا هزيها حفصه فاطمه الزهراء عطيها لبابا. ايوا صافي ان شاء الله الشي اللي كاين غادي غنجمع الشي حنا نحطو الغدا. عندي بنت عمتي حتى هي ولاده نحطو الغدا ان شاء الله. ايوا صافي الديسير غادي نحطو ليهم. ايوا صافي هانتوما معنا ان شاء الله. يلا انا هنا ان شاء الله غنسالي معكم هذا الفيديو. نتمنى الدوش على الشاج مشاو عامر القش عامر المواعن اللي مغسولين وكلشي. ان شاء الله غنسالي معكم هذا الفيديو. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.